اشتغل في اربع خمس حتت يعني اعتقد اللي شفناه يعني على بعد خطوتين مننا. الناس اللي كانوا بيجوا يتعالجوا عندنا زمان دول الخليج دلوقتي حاطين منظومة للصحة وحاطين قانون صارم منفع يا تشتغل في مستوصف او في مستشفى خاص يا اما تشتغل في مستشفى حكومي. دول الناس اللي احنا صدرنا لهم تمام صدرنا لهم الطب. اتفضلي يا دكتورة. الميكروفون يا دكتورة لو سمحت. في كلينيكال جايد لاين معمول وزارة الصحة انتوا اللي عاملينه واحنا بقى انا مش وزارة الصحة انا دلوقتي في وزارة الصحة انا مدير مشروع تبع فيوني الدقيق معلش بس انا مشروع تبع وزارة الصحة معلش مش انت مع الدكتورة هلا بس لا بدون توجيه الموضوع لحد معين يعني تفضل يا فندم. تفضل. كلينيكال جايد لاين موجود في كل الوحدات الصحيه. انا اولا انا جامعه مانيش وحده ما انا شاب اسالني بس يا دكتوره انا جامعه وانا كنت رئيس قسم طب الاسره وخدنا اكريديتيشن بناء على كلام الدكتور حسن القلة. احنا عندنا مركز طب اسره خدنا عليه اكريديتيشن وبالنسبه لتكامل الخدمات احنا بناء على الاكريديتيشن ده في وقت من الاوقات حصل انتجريشن ما بين الجامعه وما بين وزاره الصحه وكان نموذج يحتذى به. كان وقت ما في على كلام الدكتور حسن القله في حاجه اسمها صندوق تمويل الصحه وكان في حاجه اسمها فصل الخدمه الصحيه عن التمويل. وبرضو تكملا لكلام حضرتك اللي بتقول ازاي طبيب ما كانش يشتغل في الحكومه الصبح وما يشتغلش خاص الظهر. كان من هذا الصندوق بتطلع مكافئات لكل الفريق الطبي. ها عندنا احنا كجامعه كان بيطلع لنا مكافئات من الدكاتره اللي بيشتغلوا لانهم كانوا بيشتغلوا من الصبح لغايه الساعه 2 ومن 2 لغايه 7 بالليل. جه احد الوزراء انا مش بقول جه دليل على ان السياسات بتتغير مع كل وزير يجي ماشي لكن ما فيش سيستم موجود. السيستم اللي كان موجود الاول زي الدكتور حسن ما بيقول وانا بأيده كل وجودي في هذا الكلام واخده بالك كان في صندوق تمويل للصحه صندوق فصل بين تمويل الخدمات الصحيه كان في ما فيش حاجه اسمها وحده تتعاقد على خدمه صحيه او حاجه تتعاقد على خدمه صحيه من غير ما يكون في نظام للجوده واعتماد من الجوده للمؤسسه دي. مين اللي بيعمل يعتمد نظام الجوده؟ اللي كانت وحده الاكريديتيشن عندهم هيئه عندهم في وزاره الصحه في الدور السابع هناك عندهم. يا دكتوره احنا الماضي القديم ده يرجع لكن هو المشكله حضرتك في وزاره الصحه ايه؟ وزاره الصحه حطت منظومه ان طبيب الاسره هو يبقى اساس الخدمه الصحيه في مصر مش كده؟ ومنه يحصل هو الجيت كيبر زي ما بنقول وبعد كده انه ما يحصلش حد يروح لاي حد الا من خلاله وبريفيرال ليتر ويبقى في نظام للريفيرال في الحته دي. مش ده النظام اللي كانت وضعها وزاره الصحه موجود يا دكتوره وزاره الصحه. طب ما هو ايه يا دكتوره بعد اذنك لو فضلنا نرد على بعض مش هنوصل لحاجه. خلي الدكتوره تسترسل وتقول اللي عندها
وبعدين احنا عايزين يعني نتكلم عايزين نتكلم في المستقبل مش في الماضي. ايوه انا مش في الماضي بقول لك ده اللي ممكن يكون للمستقبل. هو دكتور حسن اقتراحه ان هيئه الرقابه هيئه الرقابه مالهاش دعوه بوزاره الصحه، ما ينفعش نبقى خصم وحكم يعني. واللي انا بضيفه في الحته دي بس بعد اذنك يا دكتوره، انه هيئه الاعتماد والجوده مش بس للمستشفيات الخاصه، كمان لمستشفيات الحكومه، لمستشفيات الحكومه. والمستشفى اللي لم اللي ما تاخدش التصريح، مش عايزين نتكلم انجليزي كتير بس عشان الناس بتسمعنا، اللي بتاخد اللي هي اعتماد والجوده اللي ما تستوفيش الشروط تغلق، حتى لو كانت حكوميه تغلق. تمام. نعم. ان لابد من وجود صندوق يبقى مختص بتمويل الصحه، وده اللي هيطلع مكافئات للاطباء وهيخلي الاطباء وهيحقق لك البند الاولاني اللي هو ازاي نخلي الطبيب اللي بيشتغل في الحكومه ما يشتغلش في قطاع خاص. تمام. يعني كانوا بيجيلهم مكافئات والولاد كانوا مبسوطين. ما هو مش ممكن هيبقى في فصل ده عن ده الا اذا اديت الطبيب اللي هيشتغل في الحكومة حقه كاملا، بيعيشوا عيشة كريمة، هيعيشوا عيشة كريمة بحيث ان هو مش محتاج يروح يشتغل في حتة تانية. يعني انا مش هقول له ما تشتغلش في الحكومة فقط وما تروحش القطاع الخاص وانا بديله 2000 ولا 1500 جنيه ولا 3000 جنيه. القضية مش قضية مكافآت بس يا دكتور، القضية انه ولا حوافز ولا مكافآت، ده كلام اختراع مصري. لكن الراتب لما انا بتقدم لمسابقه في مستشفى في الولايات المتحده بحط انا مؤهلاتي وخبراتي، وهو بيقول لي انه انت هتاخد معانا مبلغ 5000 دولار، وافقت يتعاقد معايا، ما وافقتش ما بيتعاقدش معايا او بشوف مكان تاني. وده يعني بيلزمني ان انا ما اشتغلش الا في المكان ده فقط. دكتور حسن كان له تعليق على الكلام، اتفضل. للمفاهيم العريضه تاني مره اخرى، احنا اكدنا دلوقتي ان المنظومه الحاليه ما تنفعش، وقلنا ان احنا عايزين منظومه جديده. عايزين نضيف ستيتمنت ثانيه انه البنيه الاساسيه للقطاع الصحي في مصر، فيها كتير من مناطق القوه، ما هياش ضعيفه، في بنيه اساسيه قويه جدا جدا نستطيع ان احنا نبني عليها. فدي نقطة. النقطة الثانية، وحضرتك جراح لما بتخش بالمنظار بتاعك بتشوف فيه الكي هول فيجن اللي احنا بنتكلم عليه، احنا كتير مننا كل اللي بنقوله في مقعده حقيقي، اللي بيتكلم على الصيدلة بيتكلم من القطاع اللي هو شايفه، بيتكلم حقائق أنا مش شايفها لأن ما اشتغلتش الموضوع ده. فأنا أتمنى تاني إن احنا نعيد الستريم بتاع المناقشة للكومن فيجن عشان نتفادى الكي هول فيجن اللي احنا بنتكلم عليه. هنيجي لنقطة لمسها كتير من اخواتنا وقلب التعبير، جزار يفتح صيدلية، واي نوت؟ احنا عايزين نطلع بره شوية مفاهيم. جزار عرباطي يفتح صيدلية، بس يفتحها تبقى لمعايير متفق عليها. في فصل تام بين الملكية وبين تقديم الخدمة والمعايير. ده راس مالي. بعد إذن حضرتك يفتح مستشفى؟ يفتح مستشفى بعد إذن حضرتك. اديني بس فرصه لا تكرر. انت حضرتك بترفضه، بس خلينا بالراحه كده. دكتور صلاح لسه بيتكلم دلوقتي، احنا مش عايزين نقعد نختلف عليه. كل الدول مبنيه على ما يسمى سيستمز، اند سب سيستمز، مش مبنيه على مين يملك. يعني شركه مثلا اللي بتعمل محركات الطائرات بتصنع الاف 16 الشبح اللي ما مش عارف ايه خلقه ربنا، لكن لا تستطيع ان تبيع مسمار بدون اذن الحكومه الامريكيه، تبيع لمين وما تبيعش لمين. الكواليتي بتاعتها، السلاح الجوي الامريكي ولا بيحط المواصفه بتاع التصنيع؟ لا، مين بقى بيملك لوكهيد دي؟ مش مشكلتهم. نفس القصه، هو انا مالك صيدليه، انت بتديرها صيدليه، اقول ايه؟ ان الصيدليه يديرها صيدليه، ان الصيدليه معاييرها كذا، لا تقل مساحتها عن كذا، تحتوي على كذا، ضوابطها كذا، لما تخالف الضوابط شط داون، ماشيه بالضوابط ما يهمنيش بقى مين بيملكها، ليه؟ لانه حد
من الزملاء هنا اتكلم على الاستثمارات اللي محتاجها القطاع الصحي. لا توجد دولة في العالم النهارده تستطيع تمويل الخدمات الرعاية الصحية ايا كان اسمها فلسطين. اذا احنا محتاجين استثمارات. لما يجي واحد النهارده بقى عندي منظومة تقديم خدمات صحية وبقى عندي صندوق بيمول، وبعدين حاجة اقول الدكتور خالد هيقدم خدمة، الدكتور خالد هو سعودي هو اماراتي هو ياباني؟ انا ما يهمنيش، مش هيلف مستشفيته في منديل وياخدها معاه وهو رايح الامارات. المستشفى بتقدم ازاي وطبقا لاي معايير وبانهي طريقه، ومن يضمن جودتها، ومن يضمن حقوق العاملين فيها، ومن يضمن حقوق المواطن المصري؟ فاحنا عايزين نفوكس على معايير ستاندرد، مش هنفوكس على معايير الاستثمار في الحاجات دي لازم يبقى لها كل حاجه. بس مش من ضمنها معايير، مش حضرتك عدم وجود المعيار ما ينفيش انك انت تعمل حاجه. يعني اقول ايه؟ انت لو ملكت مستشفى ما تحتكرش الخدمه، ما في قوانين منع للاحتكار في كل دول العالم. واخد بال حضرتك؟ يعني نفسي ان احنا نركز في يا جماعه كيفيه بناء منظومه واضحه المعالم تمارس عملها طبقا لمعايير متعارف عليها تتوافق مع المعايير الدوليه، وهو ده الهدف بتاعنا. بس ينفع ان انا اخد اسوء حاجه اقول انا إيه حاسس إيه انا ما عملتش معايير وبعد كده اسمح لشركات اجنبيه ان تشتري كل الصحه في مصر دي ويتحكم فيها دون وضع المعايير دي دي ده موضوع غير اللي بيقوله الدكتور حسن. هرد على حضرتك، ما حدش منعك انك تنزل معايير، انت اللي سايب نفسك لايس. فدي مش مشكله اللي نازل يشتري ولا نازل يبيع، قانونك الحالي بتاع الاستثمار اللي موجود ما بيمنعش هذا. بس مشكله متلقي الخدمه. وجه بس الرساله لمين؟ من هو متلقي الرساله؟ انت النهارده في قوانين حاليه في هذه البلد بتحدد الممارسات الاقتصاديه اللي بتتم فيها. من خلال هذه القوانين انت سايب ثغره، مشكلتك انت. ما تقوليش فلان دخل من الثغره، ما تقوليش انا فتحت الشباك دخل الدبان، انت اللي فتح الشباك. او ما خدتش معايير تمنع دخول الدبان. وعشان كده انا بنادي ان تركيزنا في المرحله الحاليه هي سرعه اصدار منظومه واضحه المعايير، واضحه المعالم، محدده الخطوات، وهو ده الشكل. نيجي كل جزء فيها نتكلم فيه، الجدار اللي وراك يبقى طوب، يبقى جبسون بورد، يبقى ما مش عارف ايه، السلك اللي ماشي فيه يبقى كات 6، يبقى كات 4، كات 5، ما هو شغلك مش شغلي. في ناس تقول لك ده كات 4، كات 6، كات 5. واخد بال حضرتك؟ فاحنا لو قعدنا كل المنتديات اللي بنحضرها بتلف وتدور، التامين الصحي، العامل يدفع 4 قروش ولا يدفع 5؟ اليوم يعدي وما نتفقش على الاربعه ولا 5. الاول هل في حاجه لقانون التامين الصحي ولا لا؟ واذا وجد قانون التامين الصحي يشتغل ازاي مع بقيه مكونات المنظومه؟ مفيش موتور بيشتغل فيه السير لوحده والترس لوحده، وبعدين اقضي الفتره كلها شكل الترس. في ناس مختصين يوثقوا لي الترس. انا هقول ايه؟ انا عايز موتور عربيه يطلع لي اوت بوت شكله كذا، حتى ما بقولش هو يقول لي بقى الساعه السنتيمتريه 1600 1800 2000، ده شغل الايه؟ الفني. لكن انا عايز موتور يدور لي عربيه تشيل 7 راكب، ده اوبجيكتيف. انا عايز خدمه صحيه تخلي المواطن المصري الغلبان يلاقي خدمته، واللي معاه قرش يلاقي خدمته. في دول كتير، اسرائيل اللي جنبنا ما عندها بولس، عندها قانون تامين صحي، بس في حاجه اسمها ايه؟ باي از يو جو في اسرائيل. اه خلاص كل الناس واخده عينه فيها انتيلو تشيمبر فيها مش عارف ايه وماشي عدي. لكن انت سيادتك عايز تعمل عمليه لايزك ادفع. عايز تعمل، فانا مش عايز اخش في التفاصيل. انا اتمنى تاني يعني انا ايموشنال لانه انا حياتي كلها راحت فيما يسمى هيلث بوليسي. الاصلاح الصحي ده العبد لله اللي قدامك هو مخترع اسمه، مخترع اسمه. انا كنت بكتب بيبر ازاي اطور مشروع اسمه كوست ريكفري، استعاده النفقات، نوع من التكافل الاجتماعي كان ماشي، قلت اطوره فسميتها كوست ريكفري 2. بعد ما كتبت الورقه لقيت كلمه هيلث سيكتور ريفورم اتكررت 27 مره. الله، هيلث سيكتور ريفورم ده؟ طب ما اسمي الورقه بدل كوست ريكفري 2 اسميها هيلث سيكتور ريفورم. قدمتها للوزير رحمه الله عليه في هذا الوقت، قال هفتح المخزنجي، الراجل وافق، اتعمل المشروع. زي ما حضرتك بتقولي جه وزير تاني مش مهم اسمه ايه. المهم السياسه. قال لك سك على الدكان ده. السياسه نفسها. انا اعمل الدوله واللي يجي يديله قرار وعضو مجلس الشعب اللي جاي اجامله واللي مش عارف ايه اجامله، عندي فلوس للصندوق ولا ما عنديش؟ ما سالش نفسه.
الصندوق مفلس ولا مش مفلس ما سألش نفسه، المستشفى خربانة ولا ما سألش نفسه. احنا ما عندناش فلوس نصرف على صيانة المستشفيات الحالية يا جماعة، بتتكلموا في ايه؟ اي تقول مستثمر ما يجيبش في احد المستشفيات فيها 13 اسانسير بيشتغل واحد من 13، صيانة الاسانسير تتكلف ايه؟ لكن فيها فلوس اعمل رخام زي ما الدكتورة منى بتقول، فيها فلوس اغير سلام. ايه 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 انا مش ما عنديش فلوس اصلا، إيه انا عندي لا انا عندي سرقات عندي فساد، مش ممكن اتكلم على ده. معلش ما تعرفيش تمسكيها، معلش اسمح لي يعني معلش انا اسف المقاطعه بس يعني انا عندي تعليقات من المكان. الحقيقه في كلام استاذنا الدكتور حسن المقلب اختلطت حاجات كتيره ما بين حاجات انا شايفاها اساسيه وبوابه للموضوع ما بين حاجات اسمح لي دكتور حسين يعني مش حضرتك شخصيا، ولكن في التفكير في حاجات انا بشوفها مدخل لافكار خطأ مش هكون واضحه. زي مثلا جمله ان لا توجد دوله في العالم تستطيع خدمات القطاع الصحي. اسمعني حضرتك، احنا انطلاقا من كلام زي ده درسنا منظومه العلاج الصحيه في بلدان كبيره جدا زي انجلترا، فرنسا، كندا، المانيا، امريكا. المنظومه بتاعت انا لا انسى تصريحات من الدكتور حاتم الجبلي ايام مناقشه مشروع التامين الصحي لما كان رافض دخول ما يسمى الديزاسترز او الامراض الكارثيه بحجه ان مفيش دوله في الدنيا بتمول السرطان، وهي حجه قالها وقرارها واتكتبت في جرايد كبيره زي الاهرام، وهي حجه كاذبه 100%. الحقيقه ان هو لما بيتكلم على كده بيتكلم على نظم التامين الصحي في امريكا، لكن نظم التامين الصحي في كل الدول المحترمه بتمول من كذا حاجه. التامين الصحي كل مواطن فيه بيدفع اشتراك حسب عمله، صاحب العمل سواء صاحب العمل ده كان الدوله او صاحب العمل الخاص بيدفع 3 أضعاف المشترك الفرد، والدوله بتتكفل بالناس اللي هي متعطلين او الاطفال او تحت خط الفقر او في طريقه تكفل الدوله فيه. ما نقولش دي بلدان غنيه، ليه؟ لان نظم التامين الصحي في العالم بدا بنائها مباشره، او في اوروبا اقوى نظم تامين صحي في اوروبا في انجلترا وفرنسا والمانيا بدا بنائها مباشره بعد الحرب العالميه الثانيه، في وقت كانت اوروبا فيه مهروسه، كانت اوروبا فيه منهاره، ولكن كان التفكير كالاتي: احنا في وضع كارثي يجب ان ننهض، علشان انهض باصرف على قطاعات الصحه والتعليم. ده الصرف على التامين الصحي او الصرف على الصحه ليس ابن حاله الوفره، ولكن ابن او الدافع الاساسي لمحاولات النهوض من وضع التعثر اللي هو الوضع اللي احنا فيه تحديدا. فنمره واحد ان ما ده مش بقوله علشان اقفل الباب على القطاع الخاص، لا انا من الناس اللي بترحب بمشاركه القطاع الخاص، ولكن لا اعول عليه في البناء، اضع خطه زي ما حضرتك بتقول، مش كده قلت ان في حاجات انا متفق عليها من كلامك وحاجات مفاهيم انا ضدها. اضع خطه وفي هذه الخطه يكون هناك مجال للقطاع الخاص، السياسه العامه اللي حاكمه. ليه؟ القطاع الخاص حقه الشرعي ان يبحث عن الربح. حقه. مين اللي يضع المعايير ويمنع التغول على المواطن ويمنع ان يكون الربح فقط هو الموجه للسياسه؟ الدوله اللي هي عندها مسؤوليه بحكم الدستور عن صحه المواطنين، فالسياسه يجب ان تكون سياسه مجلس قومي او سياسه تامين صحي اجتماعي شامل، هي دي الاساس. فيها الليجن، القدره على التاثير، القدره على اتخاذ القرار، القدره على التوجيه، هي في ايد دوله مسؤوله عن صحه مواطنيها، تضع مكان وفرصه وتستعين وتستفيد وتسمح بالربح للقطاع الخاص في حدود اللي هي رسماها. ولما النهار علشان كده النهارده احنا بنحتاج على دخول شركات احنا مش عارفين مين متحكم فيها، شركه مثلا ابراج كابيتال احنا مش شايفين هي بتدير صندوق استثمار مفتوحه، يعني صندوق الاستثمار دي انا لا اعرف ولا حضرتك ولا اي حد مين اللي حاطين فلوس فيها، بحكم الكلام المنشور على موقعهم فيها مساهمات من حكومات، مال حكومي من حكومات اخرى، انا لا اعرف الحكومات اللي هي داخله تشتري بشكل متزايد. مسؤولين في الشركه بيصرحوا ان في صفقاتهم عملوها استحواذ كامل، مش معلنين عنها، يعني مش كل الاستحواذ معلن عنه واحنا ما بنعرفش. يعني تحت دعوه احترام القطاع الخاص على عيني وعلى راسي، القطاع الخاص بيشتغل في مساحه
السياسه القوميه للصحه او المراعاه لصحه الناس هي اللي حاكماها، هي اللي شايفاها. حكايه ان انا ما اقدرش حتى بتقول ان انا عندي امكانيات قويه في الاستراكشر، انا موافقه احنا عندنا سكيلتون لحد حاليا بمشاركتين، لحد ابعد نقطه في السلم، لحد ابعد نقطه عندنا سكيلتون في كل نقطه في مصر، ولكن السكيلتون للاسف مش قادره اضخ في خدمات اللي انا بشوفه لحد النهارده. ان كل هذا النقاش بيجري بعدم اهتمام كافي بتفعيل السكيلتون الموجود ده فعلا. يعني من حاجات النقاش عايزين ندور الكلام عشان الناس اخر جمله، حاجات النقاش عشرات المرات مع مسؤولين الصحه ان عندكم 450 وحده خليه اغلبها في المناطق النائيه، وانتم مصرين انكم ما تصرفوش للناس المناطق النائيه حوافزها عشان كده الناس ما بتروحش. فالحقيقه ان مفيش اهتمام حقيقي بتقديم خدمه بالاصلاح لحد النهارده لم نلمس اهتمام حقيقي، نلمس ان في كلام وشعارات وعلى الارض التنفيذ مش موجود. زمان دكتور حسن عليه الصلاه والسلام، انا حد حضرتك كان عايز انا انا عارف انه انا طبعا انا عارف، لا هم كلهم هيوجهوا لحضرتك حاجات لان حضرتك بتقول عناوين كبيره، ف فيعني لازم هيوجهوا لحضرتك. حضرتك رضيت ان تكون محور الحديث فلازم هتتلقى وترد. زمان انا كنت بقول بس انه الخدمة الصحية بس للناس اللي عايشة في القاهرة، والناس اللي عايشة في الصعيد وفي المحافظات البعيدة بصفتي يعني من سيناء وسيناوي وكنت بعيش المقاسي، فكنت بقول ان الخدمة تقدم بس في القاهرة والجيزة وان هم دول سكان مصر، الحكومة مش معترفة بالباقي. الحقيقة بعد اندماجي مع الزملاء في القاهرة وبعد ما يعني عشت فترة طويلة في الأول في القاهرة وبعدين رجعت تاني أعيش لأيام كتيرة في القاهرة، يعني أنا بقضي 5 أيام في الأسبوع في القاهرة ويومين في العريش، لقيت إن المنظومة لا تختلف كتير. هناك في حرمان من الصحة والوحدات الصحية فاضية ومفيش، الناس ما بتروحش الوحدات الصحية نظرا ل لا تصرف لها اي حوافز، وكمان اذا قدمت هنا الخدمة الصحية بتقدم في المكان الغلط او بشكل غلط او بشكل يعني لا يفي بالمطلوب، وبالتالي يعني اللي في القاهرة بيدور على لندن واللي في لندن بيدور على نيويورك واللي في العريش بيدور على الاسماعيلية واللي في الاسماعيلية بيدور على اللي في القاهرة وهكذا. تفضلي يا حضرتك. مش عارفه، انا شايفه في حاجه حاصله في الحكومات المتعاقبه ان في نوع من التعمد في تمييع المشكله عشان ما يبقاش في اوجه رقابيه على الحكومه عشان اقدر امسك الغلطات عليها. ففي حاجه متعمده ان احنا ما نحطش معايير حقيقيه نحاسب بيها الحكومات المتعاقبه، وبالتالي في انحدار للتقديم الخدمة الطبية في مصر على مدار السنين الماضية، وإلى الآن إحنا وصلنا للقاع. وبما أننا وصلنا للقاع فلا بد من هدم هذه المنظمة، هذه المنظومة، وبنائها من جديد. عشان نهدها ونبنيها من جديد إحنا هنواجه صعوبات وهندخل في عش دبابيه الحقيقة. هنقابل بالرفض وهنقابل بكل ما هو ممكن ان هو يهدم الافكار بتاعتنا. الافكار بتاعتنا مش جديده، كل المجتمع شايفها. المريض اول ما بيخش مستشفى بيبقى عارف ان هو داخل يا هيعيش يا هيموت. يعني مش متاكد ان هو هيطلع منها على رجليه. طب ايه اللي بيحصل على مدار السنين اللي فاتت؟ ان كل حكومه او كل وزاره بتيجي بتبقى عايزه تقول احنا بنقدم خدمه، فبيروحوا ينشئوا اي حاجه، اوضه في اي مكان باقل الامكانيات، مجرد بلاط، سرير كشف، جهاز ده، وبعدين يصدروا المشكله ما بين الطبيب والمريض. المريض يروح، الطبيب ما فيش اي امكانيات تحت ايده، ما فيش ممرضه، ما فيش ادويه، ما فيش اي حاجه خالص موجوده في الوحدات دي، وبالتالي بتتصدر المشكله، بتشيل الوزاره بترمي المشكله من على كتفها
وتحط الواجهه ما بين الطبيب والمريض. المريض بيقول لك الطبيب مش عاوز يشتغل، والطبيب بيقول لك انا ما عنديش حاجه اشتغل بيها، بغض النظر عن الفلوس، بغض النظر عن الاقتصاديات. الموضوع هي موضوع سياسي بحت. احنا وزاره بنشتغل، احنا عملنا لكم يا جماعه احيانا في وحدات، انتوا ليه ما بتقدموش الخدمات يا اطباء؟ يقول لك ما فيش امكانيات. لا، انت اللي مش عايز تشتغل. وندخل في دايلاما، وندخل في دايره مغلقه مش عارفين نخرج منها، مش قادرين نقنع المريض ان احنا نتيجه قله الامكانيات ونقص الامكانيات مش عارفين نديله خدمه، وبالتالي كمان ما فيش متابعه للكلام ده كله، فبالتالي بتفضل العجله تستمر، وبنفضل احنا اللي بنفضل بنقع في المواجهه، وبنتهم ان احنا بنطالب بحق، وان احنا كمهنه انسانيه ما ينفعش ان احنا نطالب بحقوق. انا الحقيقه انا بطالب بحق المريض اللي هو مش فاهمه، ان انا بطالب بحق المريض، انا بطالب بوجود امكانيات، انا بطالب بتوجيه صح لامكانيات الوزاره للمكان الصح. انا مش هسمح لوزاره الصحه كجهه مدنيه بقى، كمجتمع مدني، انا مش هسمح لوزاره الصحه انها تضحك عليا وتروح تبني لي اي حاجه وتحط لي اوضه وتقول لي انا عملت لك، انا عملت لك كمجتمع مدني، انا عملت لك وزاره مكان تتعالج فيه، روح طالب بقى بحقك. لا، انا مش هسمح لها الا تحت معايير محدده انا اللي هحطها. انا كمجتمع مدني لما ادخل المكان ده وما الاقيش فيه امكانيات مش هحاسب الطبيب، انا هتجه لوزاره الصحه هقول لها انت بتضحكي عليا، انت بتضحكي عليا، فين المكان اللي انا المفروض اتعالج فيه؟ لما ابني يسخن هجيب الطبيب ازاي وانت مش موفره له مكان يقعد فيه اصلا؟ الترمومتر لو اتكسر ممكن ما يعرفش يقيس الحراره للطفل، ولا واحده بتولد هناك في مكان بعيد اعمل لها ايه؟ الطبيب مش بيسحر، لا الطبيب بيسحر، والمريض في الاخر بيتهم الطبيب ان هو مقصر. طبعا دي منظومه يعني ضحك على قول، وفي الاخر مش عارفين نكسرها. فاحنا وصلنا للقاع، القاع نحط اساسنا بقى من جديد، نقول ان احنا عندنا المنظومه الصحيه بتحتاج مبنى، اولا مبنى مجهز. انت معايير 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 ايا كان. احنا حاسين حضرتك بتكلمي بصوت الجماهير. اه ده صوت الجماهير، ده صوت الجماهير. نعم، عايزه معايير، ده صوت الجماهير. انا بعتبر نفسي انا وانا كلنا ممكن نقول جمعيه النهارده بندخل المستشفيات وبنلاقي الكلام ده. لما بندخل للاماكن حتى في القاهره هنا الاماكن العشوائيات، فين الخدمات الصحيه اللي موجوده عندهم؟ بلاش العشوائيات عشان نقول هم اللي عملوا كده في نفسهم، بس هم ما زالوا ناس من المجتمع من حقهم يتعالجوا. ده هم ما عملوش كده في نفسهم على فكره. يعني الوضع هم ما لقوش احسن من كده يعني. الوضع الاقتصادي وصلنا لكده. ايوه. هم هاجروا من المدن المهمشه والمحافظات المهمشه علشان نقص الخدمات وعلشان مش لاقي رزق، فجه في يشتغل في القاهره، فعاش في حته عشوائيه. اتفضل. مش مؤهل او ما اعرفش عنه حاجه وهو بس اللي رضي، وبعدين اجي بعد كده حاسب الطبيب ده ان هو بيساوم المريض على حقنه ولا على مش عارفه جهاز ضغط ولا ايه. ما هو المشكله احنا اللي عملناها بنفسنا، فانا لازم يكون عندي مبنى واضح معاييره، عندي تجهيزات ما تقلش عنها الوحدات الصحيه دي، ما تقلش عنها اقل يعني اسلوب اجهز بيه، يبقى عندي معيار خاص. العامل البشري بتاعي بيبقى الممرضه، الطبيب، الصيدلي، الادويه متوفره، الكلام ده لو مش موجود طب المريض هياخد ايه؟ الطبيب هيقدم ايه؟ عندك المتلقي الخدمه لازم يبقى عارف حقه، لازم يبقى عارف المكان ده بيقدم له ايه؟ وعشان كده انا يعني لازم اقول له انت داخل المكان ده الخدمه اللي هتاخدها كذا، بس اكون موفره له اللي هي لائحه حق المريض يعني. طبعا الدواء لازم يكون متوفر. الكلام ده كله لو ما بدأناش نحطه احنا كمجتمع مدني، وانا بتكلم باسم المجتمع المدني سامحيني يا دكتوره، ان انا في الاول وفي الاخر انا مواطن، بغض النظر ان انا طبيب، والطبيب ممكن يكون مريض او مواطن او اي حاجه في الدنيا.
فانا كمجتمع مدني بطالب بان انا لازم اكون عارف حقي، لازم اكون عارف حقي. احنا بنقول ان وزاره الصحه، احنا اتفقنا ان وزاره الصحه بتلعب لعبه مكشوفه دلوقتي على المجتمع، المفروض ان هو يبقى فاهمها، ما نقعدش ندخل في صراعات بيننا وبينهم ملهاش اي معنى. لازم وزاره الصحه تفهم ان المجتمع المدني مش هيسكت بعد كده على القصه اللي مش لطيفه دي. واعتقد ان احنا بنقول عايزين نحط، هي قصه مش لطيفه، منظومه فاشله عشان نبقى سرعه، يعني عشان كده احنا عملنا اللقاء النهارده. مش كده؟ اعتقد ان احنا المجلس الوطني للصحه اللي احنا ناشدنا بيه ان هو يكون موجود، اعتقد ان هو هيبقى عليه العبء بتاع الرقابه الشعبيه، هقول الشعبيه، على وزاره الصحه، هتبقى هي الجهه الرقابيه وهي اللي هتحط الخطط وهي اللي هتقول باتصالها مع المجتمع المدني كله ومع كل العناصر الممثلة للصحة ما بين أطباء بشريين، صيادلة، أسنان، وبحط على رأسهم الطبيب البيطري المهتم باللقمة اللي احنا بناكلها، اللي هو من غيره احنا بناكل سموم. لو ما كانش فيه رقابة على الأغذية بتاعتنا فاحنا بناكل سموم، ولازم ياخد وضعه الصح في البلد، لأن احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة لا يعني لا تحتمل من الفساد وتقديم الخدمات الفاسده للمواطن. فلازم التمريض لازم ياخد حقه، العامل النظافه لازم اامن له الصحه بتاعته، ان هو ما يخشش يلم الحقن ويطلع عنده عدوى بعد كده وما يعرفش يتعالج. كل الناس اللي بتشتغل في المنظومه الصحيه لازم اامنها ولازم اشتغل معاها صح، ولازم احسسهم كل واحد بقيمته. شكرا، شكرا لحضرتك. الناحيه اليمين بس بعد اذن حضراتكم، واحد هنا واحد هنا. انا هسيب استاذنا الدكتور حسن برضو للاخر، لان واضح كله بيتكلم في 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 الاخر كله نقط حلوه، ف ارجو ان تسجل حضرتك معانا، لانه حضرتك فتحت مجال لنقاش وارضيه نقاش مختلفه شويه.